بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بدنا ناخذ الإيكوزانويد. الإيكوزانويد طبعا الإيكوزانويد عبارة عن البروستاجلاندين والثرومبوكسين واللوكوترين، كل هدول المركبات بنسميهم إيكوزانويد. الإيكوزانويد جاي من مركب اسمه الأراكيدونيك أسيد. طبعا سواء الإيكوزانويد أو الأراكيدونيك أسيد كلاهما مركبات ليبيد. الأراكيدونيك أسيد عبارة عن ليبيد يحتوي على 20 ذرة كربون. هل قلت كيف بتصير القضية؟ السيل ميمبرين تبع الإنسان، عبارة عن فوسفوليبيد. يحتوي هي هذا هو يا اخواننا الفوسفوليبيد، هذا هو السيل ميمبرين تبع الانسان، يتكون من الفوسفوليبيد. الان انا في عندي مركب جليسرول، انتم عارفين مركب جليسرول يعني واحد ثلاث ذرات كربون، مركب جليسرول هاي جليسرول ثلاث ذرات ايش كربون. هذا المركب جليسرول في ذره كربون رقم ثلاثة انا عندي ذره فوسفيت وهي كولين، تمام. المهم ذرة فوسفيت عشان يصير أنا عندي فوسفوليبيد. طيب في ذرة كربون رقم 2 في أنا عندي أسيل جروب، في أنا عندي إخوانا أسيل جروب. أسيل جروب يعني فاتي أسيد، فاتي أسيد بس يعني إخوانا الفاتي أسيد لما أنت بدك تضيفها على مركب بتضيفها أز أسيل جروب، زي زمان لما كنا نقول الألكان لما بدك تعمل منه جروب ايش بتعمل؟ الكيل جروب او الكيل جروب، زي ميثان مثل جروب. وهنا بنقول الفاتي أسيد لما بدك تعمل منها جروب بتعمل أسيل جروب، أسيل جروب. وعلى ذرة كربون رقم 1 برضو في انا عندي ايش؟ أسيل جروب. أسيل إجروب. الأسيل إجروب عبارة عن ليبيد، عبارة عن مركبات فاتي أسيد، ليبيد، ليبيد يا إخواننا ليبيد. في ذرة كربون رقم 2 الليبيد بيكون عبارة عن أراكيدونيك أسيد. في ذرة كربون رقم 2 الليبيد بيكون عبارة عن أراكيدونيك أسيد. الآن اللي بده يقص مجموعة الليبيد اسمه فوسفوليبيز. ليبيز يعني بده يقص مجموعة الليبيد هذه، يعني لما الجسم بيحتاج الأراكيدونيك أسيد في أنا عندي إنزيم اسمه فوسفوليبيز. ليبيز يعني بده يقص مجموعة الليبيد من وين؟ من الفوسفوليبيد، فأصبح فوسفوليبيز. طيب إذا بده يقص من كربون رقم 1 اسمه فوسفوليبيز A1. طب بده يقص، يعني لو بده يقص هذه، طب لو بده يقص كربون رقم 2 من عند كربون رقم 2 ايش اسمه؟ فوسفوليبيز A2 يعني هذه، يعني في الجسم في انا عندي فوسفوليبيز A2 بيقص مجموعة الأسيل جروب هذه، اللي هي عبارة عن الأراكيدونيك، الآن فأنا كيف بحصل على الأراكيدونيك أسيد؟ كيف بحصل عليه؟ إنه أنا السيل ميمبرين تبع خلايا الإنسان يحتوي على فوسفوليبيد، بعمل أكتيفيشن للفوسفوليبيز A2 بيقص مجموعة الأسيل جروب وبالتالي بيعطيني الأراكيدونيك أسيد. طيب إخواننا هلقيت كيف بتصير القصة؟ القصة من الأصل إنه الإنسان من الأصل أكل وجبة فات، وجبة دهون مثلا. هاد الدهون منها لينوليت، من يعني من هاد الوجبة اللينوليت. اللينوليت في جسم الإنسان بتحول إلى أراكيدونيك أسيد.
الاراكيدونيك اسيد بضل هوش فري، بضل هوش فري، انما الاراكيدونيك اسيد بتخزن في السيل ميمبرين تبع خلايا الانسان از فوسفوليبيد، از فوسفوليبيد عند الحاجه بعمل اكتيفيشن للفوسفولايبيز اي 2 عشان يعطيني الاراكيدونيك اسيد. تمام. الان الاراكيدونيك اسيد، الاراكيدونيك اسيد في انا عندي انزيمين، في انا عندي انزيم سايكلوكوكسيجينيز وفي انا عندي انزيم لايبوكسيجينيز. السايكلوكوكسيجينيز بده يحول الاراكيدونيك اسيد الى البروستاغلاندين، الى البروستاغلاندين. اللايبوكوكسيجينيز بده يحول الاراكيدونيك اسيد الى لوكوتراين، الى لوكوتراين. طبعا يا اخواننا اللايبوكسيجينيز بيحول الاراكيدونيك اسيد الى 5 هيدروكسيكوساتيترايونويك اسيد، يعني بيحوله الى هذا المركب. بعد كده هذا المركب يعني بده وممكن يعطيني الاراكيدونيك اسيد، يعطيني اللايبوكسيجينيز، يعطيني اللوكوتراين. انا ما علي كثير يعني، الدكتور ما تطرقش لهدول المركبات، ما تطرقش لهم بالمرة. قال الاراكيدونيك اسيد بواسطة اللايبوكسيجينيز بيعطيني اللوكو اتراين. اما الاراكيدونيك اسيد بواسطة السايكلوكوكسيجينيز بده يعطيني البروستاغلاندين. البروستاغلاندين في منه طبعا بده يعطيني بروستاغلاندين والثرومبوكسين اي 2 والبروستاسايكلين، هلا قد حنشوفهم ان شاء الله. لكن اللي بدنا نقوله، في انا عندي ادويه الستيرويد او الجلوكوكورتيكويد بيعمل انهيبيشن للفوسفولايبيز اي 2، وبالتالي كل هذا مش راح يتكون لانك انت عملت انهيبيشن للفوسفولايبيز اي 2، فعملت انهيبيشن لتكون الاراكيدونيك اسيد. طبعا يا اخواننا كل هدول المركبات منسميهم إيكوزانويد، كل هدول المركبات. فالإيكوزانويد من مشتقات الأراكيدونيك أسيد، لما أنا بدي أعمل سايكلوكوكسيجينيز إنهيبيتور، يعني هذا مش رح يتكون السايكلوكوكسيجينيز إنهيبيتور. عشان كده مريض الأزمة لما انت بدك تعطيله سايكلوكوكسيجينيز انهيبيتور، زي مين؟ زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، هم عباره عن سايكلوكوكسيجينيز انهيبيتور. فكل الاراكيدونيك اسيد بده يروح يتحول لناحيه اللوكوتراين، يعني زمان انا كان عندي اراكيدونيك اسيد نصه حيعطيني بروستاغلاندين ونصه حيعطيني لوكوتراين. لما انت تعطي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج يعمل انهيبيشن للسايكلوكوكسيجينيز، اذا هذا مش راح يتكون. اذا الاراكيدونيك اسيد كله راح يعطيني لوكوتراين. اللوكوتراين فيري بوتنت برونكو كونستريكشن، فعند مريض الازمه ممكن يصير انا عندي اندكشن للأزمة اتاك لما انت بدك تعطي له نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. هذا وين؟ عند مريض الازمه. لكن عند مريض الشخص النورمال لا، عند الشخص النورمال ايش؟ لا. ليش؟ لانه الشخص النورمال بيقدر يتحمل كميه اللوكوتراين اللي زادت، طيب الان طبعا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بما انه اللوكوتراين very potent برونكو كونستريكشن، لما انت تعمل البلوكر لصناعة اللوكوتراين اذا انت بتعالج الازمة. طيب في انا عندي دواء اسمه زايلوتين، الزايلوتين بيعمل بلوكر لللايبوكوكسيجينيز انزيم، فمش راح تقدر تصنع اللوكوتراين، فانت بتعالج الازمة الزايلوتين. فالزايلوتين بيقلل انتاج وبيقلل صناعة اللوكوتراين، فبيقلل الليفل تبع اللوكوتراين في البلد. طيب
في انا عندي ادويه بتعمل بلوكر للريسبتور تبع اللوكوتراين، يعني صناعه اللوكوتراين بتتصنع نورمال. يعني في انا عندي ادويه اللو كاست، ادويه اللو كاست هيها، ادويه يعني ادويه اللو كاست هيها اللو كاست، ادويه اللو كاست بتعمل بلوكر للريسبتور تبع اللوكوتراين، فالجسم بصنع اللوكوتراين نورمال، يعني بصنعه عادي ما في اي مشكله، لكن اللوكوتراين ما بيقدر يركب في الريسبتور. فهدول الأدوية ما بتقلل من صناعة اللوكوتراين، إنما بتقلل من الإفكت تبع اللوكوتراين، من الإفكت اللوكاست. في أنا عندي زافر والمونتل لوكاست، تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخواننا البروستاجلاندين عرفت كيف منقسمها؟ في أنا عندي البروستاجلاندين E1 وبروستاجلاندين E2 وبروستاسايكلين يعني I2. إخواننا I2 يعني قصده بروستاسايكلين، تمام. هدول يا إخواننا البروستاجلاندين، هدول هم البروستاجلاندين الكويسات، البروستاجلاندين الطيبات، البروستاجلاندين اللي الجسم بصنعهم دائما. إخواننا البروستاجلاندين مهمة جدا جدا في عملية البروليفيريشن الخلايا. البروليفيريشن تبعت الخلايا بتحتاج البروستاجلاندين. أعيد، أنا عندي إخواننا نوعين من البروستاجلاندين. في أنا عندي بروستاجلاندين الجسم بفرزهم دائما، وفي أنا عندي بروستاجلاندين الجسم بفرزهم فقط عند الإنفلاميشن. يعني في أنا عندي البروستاجلاندين فيسيولوجيكال البروستاجلاندين، يعني دائما بلاقيهم الجسم بفرزهم عشان فيسيولوجيكال، وفي انا عندي البروستاجلاندين الجسم ما بفرزهم الا عند الانفلاميشن، فبنسميهم باثولوجيكال البروستاجلاندين. بما انه في انا عندي نوعين من البروستاجلاندين، اذا في انا عندي نوعين من الانزيمات. بما انه في انا عندي بروستاجلاندين لا تفرز الا عند الا عند الانفلاميشن، اذا في انا طبعا لما احنا بنقول بروستاجلاندين تفرز فقط في الانفلاميشن، يعني الانزيم ما يعني الانزيم اللي بينتج هذه البروستاجلاندين ما بيكون موجود الا عند الانفلاميشن، الا عند الانفلاميشن، فبنسمي هذا الانزيم انديوسابل انزيم، يعني بيصير له اندكشن عشان يفرز البروستاجلاندين تبعون الانفلاميشن. واذا احنا بنقول بروستاجلاندين فيسيولوجيكال بروستاجلاندين، دائما الجسم بصنعهم، دائما الجسم بصنعهم، فالانزيم اللي بده يصنع هدول البروستاجلاندين هذا الانزيم بنسميه كونستيتيوانت انزيم، يعني هذا الانزيم دائما موجود في الجسم، اساسي في الجسم، كونستيتيوانت انزيم، تمام. وبالتالي في انا عندي تو انزيم، في واحد بنسميه كوكس واحد، وفي انزيم اسمه كوكس 2. الكوكس 2 هو الذي يفرز عند الانفلاميشن، عند الانفلاميشن، فبنسميه انديوسابل انزيم. الكوكس 1 هو الايش الكونستيتيوانت انزيم اللي دائما بيعطيني البروستاجلاندين للبروليفيريشن وفيسيولوجيكال. ايش عن كونستيتيوانت؟ يعني هذا الانزيم دائما موجود، الكوكس 1 دائما موجود. يعني انت افحص خلايا الانسان بتلاقي عندها الكوكس واحد، لكن افحص خلايا الانسان مش دائما بتلاقي عندها الكوكس 2، مش دائما الا عند الانفلاميشن. فالكوكس واحد كونستيتيوانت يعني اشي اساسي، جزء اساسي من خليه الانسان، تمام. طيب يعني كيف مثلا كيف البروستاجلاندين E2 مهم جدا جدا فيسيولوجيكال للانسان، مهم جدا ولازم دائما يكون موجود. طيب البروستاجلاندين F2 هذا لا يفرز الا عند الانفلاميشن مثلا احنا بنقول. طيب وفي انا عندي الثرومبوكسين A2، هل قد حنشوف واحد واحد الان. هل قلت يا اخوان انا ليش بستخدم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج
والله واحد عنده انفلاميشن، هذا الانفلاميشن خلى عنده حراره وعنده ألم، تمام؟ طب مين اللي عمل حراره ومين اللي عمل ألم؟ البروستاجلاندين التي افرزت عند الانفلاميشن، لانه عند الانفلاميشن بصير بصير انديوسابل للكوكس 2، والكوكس 2 بيطلع البروستاجلاندين اللي بتعمل فيفر واللي بتعمل ايش؟ واللي بتعمل بين. فانا بعطي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. هل قلت النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بتكون نون سيلكتيف، يعني بتعمل بلوكر للكوكس واحد اللي انا بدي اياها نورمال اللي هي الفسيولوجيكال، وبتعمل بلوكر للكوكس 2 اللي انا بدي اياها ضد الانفلاميشن، اللي انا بدي اياها ضد الانفلاميشن وضد الحراره وضد البين. فاوكي انا بعمل، يعني لما انا بستخدم النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج بضرب الكوكس 1 وبضرب الكوكس 2 عشان انا بدي اياه انه انا استخدمه ضد الحراره وضد الالم. لكن لما يضرب الكوكس واحد في الوضع النورمال الجسم بيحتاجه فيسيولوجيكال، يعني الجسم بيحتاجه. فانت لما تعمل بلوكر للكوكس واحد اكيد راح يكون انا عندي سايد افكت، لانك انت ضربت اشي كان الجسم يحتاجه، فاكيد راح يكون انا عندي ايش؟ سايد افكت. طب بعض العلماء قالوا ليش ما نعمل كوكس 2 سيلكتيف، بما انه انا بدي ادويه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انه عشان تعمل بلوكر للكوكس 2 وبالتالي تقلل الانفلاميشن وتقلل البين وتقلل الحراره، تمام؟ وانا الكوكس 1 ما بدي اعمل له بلوكر، ها الكوكس 1 انا بدي اياه يضل شغال لانه الجسم بيحتاجه. طب قالوا ليش ما نعمل سيلكتيف كوكس 2 انهيبيتور؟ اول مشكله واجهتهم، هم سووا ادويه سيلكتيف كوكس 2 انهيبيتور، لكن اول مشكله واجهتهم انه الكوكس 2 بيصنع بروستاسايكلين اي 2 او البروستاجلاندين اي 2 او البروستاسايكلين. البروستاسايكلين هذا مهم جدا 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 عشان يمنع البلاتلت اجريجيشن، وبالتالي يمنع الجلطات، يمنع ايش؟ الكلوتينج والجلطات. فانت لما تعمل كوكس 2 انهيبيتور مش راح يتكون عندك البروستاسايكلين، وبالتالي راح تتكون عندك جلطات، وهذا وانت لما تتكون عندك جلطات اشي خطير على الانسان. طبعا يا اخوان ان شاء الله مع هذا بنعرف الان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللوكوتريين من عائلة الإيبوكسايد، أما البروستاجلاندين والثرومبوكسين من عائلة، أو بديش أقول البروستاجلاندين من عائلة البيروكسايد. البيروكسايد بيقدر يعطيني الثرومبوكسين. طيب وإنتوا عارفين سواء البيروكسايد أو الإيبوكسايد كلاهما مركبات نشيطة. ايش يعني مركبات نشطة؟ يعني دغري بتتفاعل، يعني ما بتضلها ثابتة، ما بتضلها ستيبل. مركبات نشطة يعني المركبات النشطة الهاف لايف تبعها سريع جدا، يعني دغري بتتكسر. المركبات النشطة دغري بتتكسر، دغري بيصير إلها inactive. وكمان غير كده هي تحتوي على double bond. طلع يا اخواننا فيها double bond، شايفين؟ هذا الدبل بوند عبارة عن بتخلي المركب unsaturation، والunsaturation يعني مركب مش stable. والمركب المش stable يعني الهاف لايف تبعته قليلة، وبالتالي لو الجسم أفرز هدول المركبات ما بتضلهاش موجودة في البلد كتير، دغري بتتكسر. يعني دغري بتعمل الاكشن تبعها ودغري بتصير ان اكتف، دغري بتصير يعني الهاف لايف تبعها قليل جدا لانها مركبات غير مركبات نشطه. عشان كده
زي اخوان الليبد، الليبد الزيت، الزيت لقيت انتوا عارفين الزيت لما بدهم يخزنوا الزيت بحطوه في جزايز، في جزايز غامقة اللون تبعها بيكون لون اخضر غامق، لون اخضر ايش غامق، ليش؟ عشان يمنع دخول الضوء على الزيت، لانه لو دخل الضوء على الزيت الضوء بيروح على الدبل بوند وبكسر الدبل بوند، لانه المركب انساتوريشن، المركب انساتوريشن، فالمركب مش ستيبل انستيبل، فاذا دخل الضوء على الزيت بكسر الدبل بوند فبفسد الزيت او بتغير طعمه شويه، بتغير طعمه شويه لانه مش ستيبل، لانه في الدبل بوند. لو انت بدك تلاحظ انه البروستا سايكلين سموه سايكلين لانه في انا عندي سايكل زياده، في انا عندي سايكل زياده، يعني طلع هاي البروستا جلاندين، هاي البروستا جلاندين انا حطيت سايكل زياده فعشان كده سموه بروستا سايكلين. لو انت تلاحظ البروستا جلاندين كلها بتتشابه بشكل كبير جدا جدا بشكل كبير في الاستراكشرال، فسواء البروستاغلاندين E2، البروستاغلاندين E1، البروستاغلاندين F2، البروستاغلاندين D2، أو البروستاسايكلين، أو حتى الثرومبوكسين، كلها يا إخواننا طلع كلها بتتشابه في هذا الجزء، طلع كلها بتتشابه في هذا الجزء، طلع كلها بتتشابه في هذا الجزء، يعني اختلاف شوية هان بيعطيني بروستاغلاندين نوع آخر، يعني ممكن يعطيني ثرومبوكسين، ممكن يعطيني بروستاسايكلين اي 2، ممكن يعطيني بروستاغلاندين اف 2 الفا، ممكن يعطيني بروستاغلاندين اي 2. يعني انت بس اعمل شويه اختلاف في المركب، بس شويه ها شويه اختلاف بروح بتغير دغري البروستاغلاندين، ففي انا عندي دايفيرسيتي عنيفه بين المركبات. يعني انت غير شويه في البروستاغلاندين اتش 2 دغري بيعطيني بروستاغلاندين اي، دغري بيعطيني بروستاغلاندين دي، دغري بيعطيني بروستاغلاندين اف 2 الفا. فيا اخوانا في دايفيرسيتي كبيره، عشان كده العلماء ما بيقدروا يتحكموا في مركب، في مركب معين. يعني مثلا ما بيقدروا يتحكموا في هذا فقط، ما بيقدروا يتحكموا مثلا انا بقول في البروستاغلاندين اف 2 الفا ما بيقدروا يتحكموا، لانه في دايفيرسيتي، لانك لاي اختلاف في هذا المركب ممكن يروح يعطيني مركب ثاني من البروستاغلاندين، تمام؟ ففيه دايفيرسيتي كبيره، عشان كده هذه المركبات تتشابك، مع انه الاكشن تبعها عكس بعض، الاكشن تبعها عكس بعض. هلقيت حنشوف الان، الآن البروستا سايكلين أو إله اسم ثاني البروستا جلاندين آي 2 يتم إفرازه من الإندوثيليال سيل. طبعا الإندوثيليال سيل هي اللي بتعمل لايننج للبلاد فيزل، بتفرز البروستا سايكلين أو البروستا جلاندين آي 2 عشان تعمل إنهيبيشن للبلاتلت أجريجيشن، إنهيبيشن للبلاتلت أجريجيشن، وبالتالي بتمنع تكون الجلطات. وكمان البروستاغلاندين اي 2 بتعمل فازو دايليشن، فازو دايليشن. طبعا هذه يا اخواننا الفازو دايليشن عباره عن فيسيولوجيكال فازو دايليشن. ليش؟ لانك لما بدك تعمل فازو دايليشن فانه الدم اللي رايح للاورجان بيزيد، البلد فلو بيزيد، يعني لما الاورجان بيشتغل اكثر فبده بلد فلو اكثر، فانه البروستاغلاندين اي 2 بتعمل فازو دايليشن، صح؟ وبما انه البروستاغلاندين اي 2 بتعمل لي فازو دايليشن وهي اصلا فيسيولوجيكال، ايش يعني فيسيولوجيكال؟ يعني الانسان على مدار ال 24 ساعه دائما بيصنع بروستاغلاندين اي 2، دائما بيصنع بروستاغلاندين اي 2، فهي فيسيولوجيكال، تمام؟ قلت البروستاغلاندين اي 2 لما يتصنع عند الرينال بيعمل فازو دايليشن في الافرنت ارتريول، فرينا البلد فلو بيزيد، فرينا البلد فلو بيزيد، وهذا إشي كويس عشان ما يصيرش فرينا الاسكيميا، تمام؟ طيب الثرومبوكسان A2 يتم إفرازه من البلاتلت،
وهو بيساعد انه البلاتلت تعمل اجريجيشن، فهو بيساعد البلاتلت ايش؟ اجريجيشن، فبيساعد تكون الجلطات. الثرومبوكسان اي 2 ما بيفرز، ما لا يفرز الا عند الانفلاميشن، الا عند الحاجه، الا عند الحاجه. ليش؟ لو انا يا اخواننا واحد انجرح، هلقيت هذا الانجرح انا بدي اعمل ابلا بلاج، وبدي اعمل سداده، وبدي اعمل خثره على مكان الجرح عشان ما يضلوش يصير بليدنج، فيتم افراز الثرومبوكسان اي 2 عشان يعمل بلاتلت اجريجيشن على مكان الجرح ويعمل لي سداده، وبرضه بيعمل فازو كونستريكشن عند مكان الجرح. ليش بيعمل فازو كونستريكشن؟ عشان يا اخوانا ما يعملش نزيف كتير. طيب الثرومبوكسان اي 2 بما انه بيعمل فازو كونستريكشن، لو تم افرازه عند الرينال بيعمل لي فازو كونستريكشن في الافرنت ارتريول، فبيقلل الرينال بلاد فلو، فبيعمل لي مشاكل في الرينال، بيعمل لي مشاكل في الرينال. تمام. طبعا الدكتور ما تعرضش لهذا السلايد كتير، لكن الاراكيدونيك اسيد في انا عندي السايكلوكوكسيجينيز انزيم واللايبوكسيجينيز انزيم والسيتوكروم بي 450. السيتوكروم بي 450 بيعمل بيعطيني الايبوكسايد، الايبوكسايد. اللايبوكوكسيجينيز بيعطيني اللوكوتريين والهيتي، مركبات الهيتي واللايبوكسين. طبعا الدكتور برضه ما تطرقش لإلهم بالمره. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب الان الايكوزانويد، الايكوزانويد هي مركبات من الاراكيدونيك اسيد، جايه من الاراكيدونيك اسيد زي اللوكوتريين، البروستاجلاندين، البروستاسايكلين والثرومبوكسين اي 2، كل هدول عباره عن ايكوزانويد. هدول عبارة عن بايو اكتيف ليبيد. الايكوزانويد عبارة عن بايو اكتيف ليبيد. هدول الليبيد ميدياتور بروديوست اون ديماند، يعني متى انت بدك اياهم يتم افرازهم. ليش؟ لانه لما يتم افرازهم هما يا اخواننا الهاف لايف تبعهم قليل، يعني ما بضلهم في البلاد، دغري بيصير لهم ان اكتيف، دغري بيصير لهم ايش؟ ان اكتيف، لانهم مركبات نشطه، فمتى ما انت احتجتهم يتم افرازهم. تمام. طبعا يا اخواننا الايكوزانويد لهم دور اساسي جدا 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 في البروليفريشن للخلايا والفايبروسيس، والفايبروسيس لهم دور اساسي، عشان كده لهم دور اساسي في عمليه الفايبروسيس للخلايا. طيب عرفنا ليش يعني الليبيد ميدياتور برودوسد اون ديماند، عند الطلب، متى ما الجسم يحتاجهم يتم افرازهم، سواء احتاجهم للبروليفريشن، سواء احتاجهم للفازودايليشن، سواء احتاجهم لاي شيء، متى ما احتاجهم يتم ايش؟ افرازهم. تمام. وهم بايو اكتيف ليبيد. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب اللوكوتريين هو يتم صناعته من اللايبوكسيجينيز للاراكيدونيك اسيد. اللوكوتريين وين بنلاقيه؟ في خلايا الوايت بلاد سيل، او في خلايا اللوكوسايت والماست سيل والدندريتك سيل اهم شيء انه تقول لي اللوكوتريين بيكون موجود في الماست سيل، فاللوكوتريين له عامل قوي جدا 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 في عملية الأزمة، في عملية الأزمة والأنافيلاكسز والألرجي والأزمة، لأنه اللوكوتريين potent vasoconstriction، potent vasoconstriction. إذن اللوكوتريين بنلاقيه في خلايا اللوكوسايت والماست سيل والدندريتك سيل. يعني ما بتيجي تقول لي والله اللوكوتريين بنلاقيه في خلايا الاستومك، وش دخل اللوكوتريين في الاستومك؟ ما بتيجي تقول لي والله اللوكوتريين بنلاقيه مثلا مش عارف وين، وش دخله؟ اللوكوتريين فقط عند الانفلاميشن، يعني لا يفرز اللوكوتريين في جسم الانسان الا عند الانفلاميشن او عند الازمه. ما هو الازمه عباره عن انفلاميشن،
اللوكوترين لا يفرز الا عند الانفلاميشن فقط. طيب عند الانفلاميشن ايش بيصير؟ اللوكوسايت هي اللي بتشتغل، والدندريتك سيل هي اللي بتشتغل، والماستل فهي اللي لها دخل في الانفلاميشن عشان تفرز لي اللوكوترين. اللوكوترين كلهم بيعملوا فازو كونستريكشن وبوتنت وقوي جدا، بل انه اللوكوترين اقوى من الهستامين في كلهم بيعملوا برونكو كونستريكشن. هما بيعملوا فازو دايليشن، اسف يا اخوانا انا مش عارف، انا كان قصدي برونكو كونستريكشن لمريض الازمه. اعيد يا اخوانا، اسف جدا جدا اذا تلخبطت. اللوكوترين بعيد وبكرر انا يا اخوانا والله بالغلط، لما انا كنت اقول فازو كونستريكشن بالغلط يا اخوانا سامحوني. اللوكوترين بيعمل برونكو كونستريكشن، بل انه بيعمل برونكو كونستريكشن اقوى من الهستامين ب 1400 مره. تخيل، يعني لو انت بدك تعالج واحد عنده ازمه وعنده برونكو كونستريكشن، مين احسن، تعمل له بلوكر للهستامين ولا تعمل له بلوكر لللوكوترين؟ لا، اعمل بلوكر لللوكوترين، لانه اللوكوترين بيعمل بوتنت برونكو كونستريكشن، بوتنت برونكو كونستريكشن. لكن كل لوكوترين له ميزه، يعني اللوكوترين بي 4 عباره عن كيموكاين للنيوتروفيل، يعني يفرز عند الانفلاميشن وبيعمل ريكروتمنت وكيمو اتراكشن للنيوتروفيل، يعني بجيب النيوتروفيل اكتر واكتر فبيزود الانفلاميشن اكتر واكتر. اللوكوترين سي 4، طبعا يا اخوانا كل اللوكوترين راح تشوفها باربعة. طبعا لو انتم عارفين انه اللوكوترين بي 4 جاي من لوكوترين اي 4، فاللوكوترين اي 4 هي اللي اعطتني اللوكوترين بي 4. ما علينا كتير، في انا عندي ضل اللوكوترين سي 4 واللوكوترين دي 4، هدول فيري بوتنت برونكو كونستريكشن. طب واحد قال لي اللوكوترين بي 4 بيعمل برونكو كونستريكشن، بيعمل. طيب اللوكوترين اي 4 بيعمل برونكو كونستريكشن، بيعمل. لكن يا اخوانا احنا بنقول اقوى اثنين بيعملوا برونكو كونستريكشن هو اللوكوترين سي 4 واللوكوترين دي 4. طلع ايش بيسووا، بيعملوا برونكو كونستريكشن وبيزودوا من افراز الميوكاس في الاير واي، يعني هم بيعملوا برونكو كونستريكشن فبيزودوا الأزمة أتاك وبيزودوا من إفراز الميوكاس عشان برضو يعملوا إغلاق للإير واي بشكل قوي، يعني فوق ما هم عملوا برونكو كونستريكشن برضو زودوا من إفراز الميوكاس. وانتوا عارفين الميوكاس لو كان يفرز بشكل كبير، لو يفرز بشكل كبير بيعمل برونكو، بيعمل أوبستركشن للإير واي، تمام. والشغلة الثالثة، اللوكوترين برضو بيعمل فازو دايليشن، بل انه بوتنت فازو دايليشن. اللوكوترين بيعمل فازو دايليشن. طيب هل قلت احنا اخذنا البروستاجلاندين زي البروستاسايكلين والبروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اي 1 بيعمل لي فازو دايليشن. طيب وهلقيت قاعدين بناخد اللوكوترين بيعمل لي فازو دايليشن، ايش الفرق؟ البروستاجلاندين بيعمل لي فازو دايليشن في الوضع الفسيولوجيكال، والله الاورجان بده بلاد سبلاي اكتر فبدي اعمل فازو دايليشن عشان البلاد فلو يزيد، والله الرينال بدي ازود الرينال بلاد فلو عشان كده بدي اعمل فازو دايليشن، يعني في الوضع الفسيولوجيكال. لكن اللوكوترين بيعمل فازو دايليشن في الوضع الباثولوجيكال، في وضع الانفلاميشن بيعمل لي فازو دايليشن وبيعمل لي إديمة، لأنه بيعمل لي فازو دايليشن فبيزود الفاسكولار بيرميابيليتي فبيعمل لي إديمة فبيزود الإديمة. هذا اللوكوترين. في أنا عندي الزايلوتين بيعمل إنهيبيشن للإنزايم اللايبوكسيجينيز وبالتالي بيقلل من صناعة اللوكوترين. أما اللوكاست سواء الزافر لوكاست أو المونتل لوكاست بيعمل بلوك للريسبتور تبع اللوكوترين. طبعا الاثنين بستخدمهم للأزمة، تمام.
للأزمة بروفيلاكسز، لأنه يعني تم للأزمة. نيجي على السايكلوكوكسيجينيز. في أنا عندي سايكلوكوكسيجينيز واحد اللي هو الفسيولوجيكال، اللي بيكون موجود في تقريبا كل خلايا الإنسان. يعني كل خلايا الإنسان بدها الكوكس واحد، عشان الكوكس واحد ينتج البروستاجلاندين اللي مسؤول عن البروليفيريشن للخلايا. طيب، أما يعني كوكس واحد بنسميه كونستيتيواتيف، يعني موجود بشكل أساسي في كل خلايا الإنسان تقريبا، تمام؟ دائما موجود. لكن الكوكس 2 بنسميه انديوسابل. ايش يعني انديوسابل؟ يعني مش دائما بيكون موجود، فقط بيكون موجود عند الحاجة. وين عند الحاجة؟ اي مكان فيه له انفلاميشن، at the site of inflammation، اي مكان فيه له انفلاميشن، في اي مكان بيصير ايش انديوسابل للكوكس 2. يعني بتصير جينات الانسان تصنع الكوكس 2 عشان انفلاميشن. لكن الكوكس 2 بيكون موجود، ها الكوكس 2 هو الكوكس 2 انديوسابل في الانفلاميشن، لكن الكوكس 2 بيكون موجود بشكل اساسي في الرينال وفي البرين. لكن احنا خلينا نشتغل على الرينال عشان انا البرين مش متاكد منها كتير. اخوانا لما احنا بنقول constituent يعني موجود بشكل أساسي على مدار الوقت، لكن inducible يعني على مدار الوقت مش موجود إلا لما يكون inflammation. فالكوكس 2 بيكون موجود بشكل أساسي على مدار ال 24 ساعة في الرينال، في الكدني. ليش؟ لأنه الكوكس 2 له دخل في إفراز الرينين، وله دخل في الرينال بلد فلو، وله دخل في الاكسكريشن للصوديوم، وإله دخل في البلد فوليوم اللي بدخل على الرينال والفلويد اللي بتدخل على الرينال. لانه الكوكس 2 لما بفرز البروستاجلاندين بتعمل فازو دايليشن، فهذا بتحكم كتير في الرينال، تمام؟ فالكوكس 2 بيكون كونستيتيوانت في الرينال، بس في الرينال، ما دون ذلك بيكون انديوسابل. وزي ما انتم عارفين الكوكس 2 برضه بيكون موجود في الاندوثيليال سيل عشان تفرز البروستاسايكلين. مهمة هذه يا اخوانا، تمام؟ الان يا اخوانا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. احنا قلنا في انا عندي من البروستاجلاندين ناس كويسين وحلوين، زي البروستاجلاندين I2 والبروستاجلاندين D2 والبروستاجلاندين E2. لكن البروستاجلاندين E2 لما يكون بتركيز عالي بيكون كويس، بيكون ايش كويس وحبوب. لكن لما يكون بتركيز قليل بيكون مش كويس. طيب، من المش كويسين الثرومبوكسان A2 والبروستاجلاندين F2 والبروستاجلاندين E2 لما يكون ايش تركيزه قليل، بيكون مش كويس. ايش قصدي في هذا الكلام؟ الان في البلاد فيزل والايروي واليوترس فيهم سموث مصل، فالكويسين والطيبين بدهم يعملوا ريلاكسيشن. طيب، اما المش كويسين بدهم يعملوا كونتراكشن. يعني في الايروي البروستاجلاندين I2 والبروستاجلاندين D2 والبروستاجلاندين E2، لكن E2 لما يكون بهاي كونسنتريشن ايش بدهم يعملوا؟ برونكو دايليشن. طب في البلاد فيزل فازو دايليشن. طيب في السموث مصل في اليوترس ريلاكسيشن اوف ديوترس. اخوانا بالله عليكم خلونا نركز في هذه المعلومة. طيب، اما الثرومبوكسان E2 والبروستاجلاندين F2 والبروستاجلاندين E2، لكن E2 لما تكون بتراكيز قليله بدها تعمل كونستريكشن، فازو كونستريكشن، برونكو كونستريكشن، ولليوتراس كونستريكشن. لكن اخواننا بالله عليكم خلونا نركز هذه المعلومه، الجسم عند المراه
إذا لم تكن حامل، ها إذا المرأة ما كانتش حامل، فإنه البروستاجلاندين E2 بيعمل ريلاكسيشن لليوترس، ريلاكسيشن لليوترس. لكن لو المرأة كانت حامل، البروستاجلاندين E2 بيعمل كونتراكشن لليوترس. يا اخوانا هذه المعلومة اكتبوها عندكم، لو المرأة كانت حامل البروستاجلاندين E2 بيعمل كونتراكشن لليوترس. فلما يعمل كونتراكشن لليوترس ممكن يا اخوانا يعمل اجهاض، بريماتيور ليبر. فبدها تكون الادويه الانالوج للبروستاجلاندين E2 كونتراندكيشن في المراه الحامل. بالمقابل ممكن المراه في اخر ايام الحمل، في اخر ايام الحمل الاصل يصير طلق. الطلق عباره عن يوتراس كونتراكشن، المسؤول عن الطلق اللي هو البروستاجلاندين E2. الجسم في آخر فترات الحمل بيفرز البروستاجلاندين E2 عشان يصير عند المرأة طلق. ففي بعض النساء الطلق بيكون عندهم ضعيف، فالدكتور بيعطيهم إبرة طلق. الإبرة الطلق عبارة عن البروستاجلاندين E2، وبالتالي البروستاجلاندين E2 هي كونتراندكيشن للبريجنانسي في كل فترات الحمل ما عدا في آخر أيام. في كل فترات الحمل لأنه أنا بخاف من الإجهاض فما بعطي له بروستاجلاندين E2. لكن في آخر الأيام إذا المرأة ما عندهاش طلق وبدك تعمل طلق اصطناعي بتعطي البروستاجلاندين E2. تمام؟ طيب الآن هلقيتي دائما إحنا منقول، دائما منقول البروستا سايكلين والبروستاجلاندين E2 بيعملوا فازو دايليشن وبرونكو دايليشن، وبالتالي الرينال بلد فلو بيزيد فبظبط الرينال وكويس للرينال. اما الثرومبوكزان E2 والبروستاجلاندين F2 الفا، هدول الاشرار، بيعملوا فازو كونستريكشن وبرونكو كونستريكشن. طيب في البلاتلت الطيبين بيقللوا البلاتلت اجريجيشن عشان يمنعوا الجلطات، زي البروستا سايكلين، البروستا جلاندين E2 والبروستا جلاندين D2. واحنا قلنا الE2 عشان يكون طيب ومن الطيبين لازم يكون بهاي كونسنتريشن. اما فبيعملوا استابلايزيشن للبلاتلت. ايش يعني استابلايزيشن للبلاتلت؟ يعني بيمنعوا البلاتلت اجريجيشن، بيمنعوا البلاتلت اجريجيشن. يا اخوانا ايش يعني؟ لو انا عندي 1000 بلاتلت، لما انت بدك تعمل استابلايزيشن للبلاتلت يعني ال1000 هذولا كل واحده من هذولا البلاتلت منفصله عن البلاتلت الاخرى، فكل واحد ستيبل لحالها. لكن لما انت بدك تعمل اجريجيشن للبلاتلت ال1000 بلاتلت بتبطل ستيبل، فبيصير لها اجريجيشن. واللي بيعمل هذا الشغله الثرومبوكزان E2 والبروستاجلاندين E2 اذا كان بلو كونسنتريشن. لكن احنا بشكل عام اللي بيتحكم في البلاتلت هو حاجتين، البروستاسايكلين والثرومبوكزان E2، هدول هم اكتر حاجتين اللي بتتحكم في البلاتلت. طيب في الجي اي البروستاجلاندين الطيبين، ها البروستاجلاندين الطيبين في الجي اي بيحموا الاستومك من الاسيد ومن الوصول ال HCL اللي هو الاسيد لخلايا الاستومك فيعمل لي ألسر. فهما عبارة عن سايتو بروتكشن. كيف؟ انه البروستاجلاندين نفسه بدخل في مكونات الميوكس. انتوا عارفين الاستومك من جوا مليان ميوكس عشان ال HCL ما يقدرش يدخل على خلايا الاستومك، يكون في عازل اللي هو الميوكس. يعني ال HCL بيكون في اليومن ما بيقدر يخترق الميوكس ويدخل على خلايا الاستومك ويعمل لي ألسر ويعمل لي انفلاميشن سواء اكيوت او كرونيك ألسر. تمام؟
فالبروستاجلاندين بدخل في تركيبة الميوكس، والبروستاجلاندين بزود البلد فلو للاستومك، والبروستاجلاندين بزود الموتاليتي، والبروستاجلاندين بزود افراز البايكربونات. البايكربونات بيعادل ال HCL. فالبروستاجلاندين هو عامل حماية. عشان كده النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج اللي بتعمل بلوكر للسايكلوكوكسيجينيز اللي كان يصنع البروستاجلاندين، فعوامل الحماية حتقل في الاستومك، فبصير عند الشخص ألسر. ليش؟ لأنه قل صناعة البروستاجلاندين، فصار الميوكس، طبقة الميوكس very thin، فأصبح الـ HCL بيقدر يخترق الميوكس ويروح على خلايا الاستومك ويعمل لي ألسر. تمام؟ طيب أيضا البروستاجلاندين بيروح على السيريبروسباينال فلويد، على السنترال نيرفوس سيستم، وبيعمل لي فيفر خاصة لبروستاجلاندين E2 أصلا. من الفيفر هاي في أنا عندي E وكمان E، يعني دبل E، يعني E2 لبروستاجلاندين E2 بتعمل لي فيفر. عشان كده لما على الفئران بدهم يزودوا درجة حرارة الفأر بيعملوا اكتيفيشن وبيزودوا من البروستاجلاندين E2، بيعطوا للفأر E2، ولما بدهم يقللوا من الفيفر عند الفأر بيعملوا بلوكر للE2. وكمان البروستاجلاندين بيخلي الإنسان صاحي، بيخليه wakefulness، بيخلي عنده الإحساس أكتر. وانتوا عارفين لما يكون الإنسان عنده الإحساس أكتر إذن بيكون أكتر يقظة، وبيعمل sensation للبين pathway. إيش يعني بيعمل sensitization للبين pathway؟ يعني بيخلي الإنسان يشعر بالبين، يشعر بالبين. يعني لما أنت بدك تشعر بالبين اللي له دخل في يعني أنا قلت مش أنتوا عارفين البين إلو باثوي، إلو باثوي معين، فإنت عشان تشعر بالبين لازم الباثوي يكون شغال. اللي بيخلي الباثوي شغال اللي هو البروستاجلاندين. فإنت لما تعمل بلوك للبروستاجلاندين، إذن إنت عملت بلوك للباثوي هذا، إذن إنت قللت من البين، إنت قللت من البين، وإنت قللت من الحرارة. طبعا يا إخوانا الحرارة اللي هو البروستاجلاندين E2، لكن لما احنا بنقول الوكفولنس او البين باثوي البروستاجلاندين بشكل عام، البروستاجلاندين بشكل عام. الان البروستاجلاندين بدون ما تسال عن الميكانيزم، لانه الميكانيزم بدها شويه، يعني بدها شويه والدكتور ما طلبهاش معنا. البروستاجلاندين في العين بعالج فيها الجلوكوما، لانها بتقلل البرشر داخل العين، فبتعمل ديكريز في الانترا اوكيولار برشر. ليش؟ لانها بتزود من تصريف الفلويد، فبتزود من الاكواس هيومر اوت فلو، بتزود من تصريف الفلويد، بتزود من تصريف الفلويد، فبقل الفلويد الموجود في العين فبقل البرشر. تمام. هل قلت البروستاجلاندين له ريسبتور؟ الريسبتورات تبعت كل بروستاجلاندين جي بروتين كابلد ريسبتور، ممكن تكون جي اس، ممكن تكون جي اي، ممكن تكون جي كيو. وطبعا مش حفظ، يعني مش حفظ مثلا والله البروستاجلاندين اي 2 عباره عن جي اي مثلا، مش حفظ. المهم كلهم جي بروتين كابلد ريسبتور. اخوانا البروستانويد يعني قصده البروستاجلاندين، واحنا اخذنا البروستاجلاندين من عائله الايكوزانويد. فالبروستانويد يعني ايكوزانامايد. طيب الان هلقيت النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج بيعمل بلوكر للسايكلوكوكسيجينيز 1 وللسايكلوكوكسيجينيز 2 بنون سيلكتيف، يعني بيعمل للاثنين بلوكر. تمام. وبالتالي بيقلل من صناعة البروستاجلاندين كلهم، البروستانويد كلهم، بيقلل من صناعة البروستانويد كلهم. الآن يا إخواننا هدول الأدوية اللي هم أنالوج للبروستاجلاندين. إيش يعني أنالوج؟ يعني بتشبه البروستاجلاندين.
بتشبه البروستاجلاندين. تمام، هل جيت احنا والله اعلم طبعا كلهم بما انه انالوج للبروستاجلاندين فكلهم عندهم ابروست، عندهم مقطع البروست، شايفين ابروست 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 ابروست، كلهم عندهم مقطع البروست. تمام، الان احنا قلنا المرأة لما بدي اعطيها طلق صناعي في الليبر انديوس الليبر بعطيها بروستاجلاندين انالوج، اشهر بروستاجلاندين بزود الكونتراكشن في اليوتراس هو البروستاجلاندين اي 2، لكن انا بعطيها دواء اسمه دينو ابروستون. طبعا احنا قلنا ابروست ابروست يعني بروستاجلاندين، دينو بروستون هو عباره عن بروستاجلاندين اي 2 انالوج انالوج، فبيزود بيعمل اندكشن للليبر. لكن لو المرأة كانت حامل بطريقة غير مشروعة وبدها تعمل إجهاض في تاني شهر ولا في ثالث شهر، فممكن تستخدم الدينو بروستون as abortion للإجهاض. طيب احنا قلنا البروستاجلاندين بقدر استخدمه لعلاج الجلوكوما، خاصة البروستاجلاندين F2 ألفا. طب الانالوج تبعه الدواء تبعه لاتانو ابروست، فاللاتانو بروست عبارة عن ابروستاجلاندين انالوج للبروستاجلاندين F2 ألفا، بستخدمه قطرة لعلاج الجلوكوما. لكن يا اخواننا اللاتانو ابروست بيعمل بيجمنتيشن، يعني بيعمل براون بيجمنتيشن للاي للاي لاشز، شايفين براون بيجمنتيشن للاي لاشز، براون بيجمنتيشن، شايفين كيف البراون بيجمنتيشن، وكمان بيعمل لي بيجمنتيشن في الايرس، بيجمنتيشن في الايرس، شايفين كيف براون بيجمنتيشن يا اخواننا، شايفين براون بيجمنتيشن. اذا اللاتانو بروست بيعمل لي براون بيجمنتيشن في الايرس والاي لاشز. الان مش احنا قلنا البروستا سايكلين بيعمل فازو دايليشن، فلما يعمل لي فازو دايليشن بيقلل الضغط، فممكن استخدمه في البلمونري هايبرتنشن. البروستا سايكلين ممكن استخدمه لعلاج البلمونري هايبرتنشن، ايبو ابروستينول، ايبو ابروستينول هو عبارة عن دواء انالوج للبروستا سايكلين، بستخدمه للبلمونري هايبرتنشن. ان شاء الله يا اخواننا حنقول كيف الميكانيزم لكن في الاخر، مش هلقيت يعني كمان فيديو ولا اثنين ممكن اعرج على الميكانيزم ان شاء الله. تمام، الان البروستاجلاندين اي واحد زي الميزو الميزو بروستول والالو والال بروست بروستادل، الميزو ابروستول والال ابروستادل. يا اخوانا الال ابروستادل ممكن استخدمه انه في الدكتس ارتريوسس، انه في الكونجست، يعني ممكن الولد الصغير النيو بورن ينولد بكونجستد هارت فيلر، مش كونجستد هارت فيلر، لا كونجينيتال هارت ديزيز، معلش يا اخواننا النيو بورن ممكن ينولد بكونجينيتال هارت ديزيز، فعنده مشكله في القلب. هذه المشكله في القلب انا بحتاج انه هذا الطفل يضله الدكتس ارتريوسس تبعته فاتحه، الدكتس ارتريوسس فاتحه، فمين اللي بده يخلي الدكتس ارتريوسس فاتحه؟ قالوا افضل دواء يخلي الدكتس ارتريوسس فاتحه عند هذا الطفل الال ابروستادل. طبعا الدكتور ما عرجش لهذه النقطه يعني. وايضا يا اخواننا الال ابروستادل ممكن استخدمه في الاريكتايل ديسفانكشن عند الميل، عند الميل لانه بيعمل فازو دايليشن. تمام يا اخواننا لنيو بعض النيو بورن بنولد بمشكله كونجينيتال هارت ديزيز، هذه المشكلة لازم الدكتور يعمل جراحة، لازم خلال أسبوعين لازم يعمل جراحة. لكن في الأسبوعين قبل ما الدكتور يعمل جراحة
بيعطي للطفل الإبروستاديل عشان يخلي الدكتس أرتريوسس فاتحة في القلب عشان تصير عملية الأكسجينيشن نوعا ما كويسة، وبعد كده بدخل جراحة بعد بأسبوعين. يعني الإبروستاديل بيخلي الدكتس أرتريوسس فاتحة تمبوراري لأسبوعين بس، لأسبوعين عبال ما الدكتور يدخل جراحة، تمام؟ والإبروستاديل ممكن أستخدمه في الإريكتايل ديسفانكشن، تمام؟ طيب الآن الميزو إبروستول، الميزو بروستول ممكن أستخدمه أورال للي عندهم ألصر، يعني النون ستيرويد الأنتي فلاماتوري دراج كان يعمل ألصر في الاستومك، فممكن أعطيله ميزو بروستول، لأنه الميزو بروستول عبارة عن إبروستاجلاندين E1 أنالوج، فلما أخده أورال بيروح على الاستومك، تمام؟ وانا بدي اياه يكون موجود في الاستومك عشان يظبط البايكربونات ويظبط البلاد سبلاي في الاستومك ويظبط الميوكس في الاستومك، وبالتالي يقلل الالسر، يقلل الالسر. وبرضه الميزوبروستول ممكن استخدمه اندكشن للليبر، يعني عند للطلق الصناعي، لكن الميزوبروستول كونتراندكيشن في البريجنانسي لانه بيعمل ابروشن، يعني في كل شهور المراه الحامل ما تاخدش ميزوبروستول، لكن ممكن في اخر الايام لما انت بدك تعمل اندكشن للليبر ممكن تعطيها ميزوبروستول، تمام؟ والميزوبروستول برضو وين يستخدم؟ المرأة طبعا الدكتور ما ذكرهمش، الدكتور بس ذكر الفلسلايدات بس. الميزوبروستول لما المرأة بعد الولادة تنزف كتير من اليوترس، انت بتروح تعطيها الميزوبروستول عشان يعمل لليوترس كونتراكشن. احنا قلنا البروستاجلاندين E2 في المرأة الحامل بيعمل كونتراكشن، طبعا هي بعد الولادة يعني لغاية الآن البروجستيرون والاستروجين عالي، يعني لغاية الآن المرأة تقريبا حامل. طب أوكي هي ولدت، لكن أنا بتكلم في الهرمونات، لغاية الآن حامل، فيعني تقريبا زي حالة الحامل يعني، تمام؟ فبتلاقي البروستاجلاندين E2 بيروح بيعمل كونتراكشن في اليوترس عشان يقلل البليدنج. فلو كانت المرأة بعد الولادة تنزف والنزيف مش راضي يتوقف، ممكن تعطيها ميزوبروستول عشان يعمل كونتراكشن في اليوترس فيوقف النزيف، لانك لما تعمل كونتراكشن في اليوترس بتضغط على البلاد فيزل فبتوقف النزيف، بتوقف البليدنج، تمام؟ يعطيكم العافية جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.